ايه الاخبار؟ خلي عيل هاني عصام. حماده ومينا، الشتا دخل، اخد بالي من العيل ان هو ما يجيلوش برد ازاي، ولو جه هتعامل معاه ازاي، واتعامل ايه معاه جوه البيت وبره البيت. رقم واحد، اللبس الكتير ما بيمنعش برد، التقفيل والقعده في البيت ما بتمنعش برد، الطاقيه ما بتمنعش برد، الا لو انكشفت من عند الودان ما بيجيلوش برد. تمام؟ تمام. شرب الماء على طول شغال معاك كويس. الليمون بالنسبه للاطفال يستحسن من بعد سنه، لكن اقل من سنه يبقى متابعه الدكتور وثبته يوميا. فوق السنه العسل بالليمون شغال معاك يبقى بيرفع المناعه. الاكل الصحي معانا عادي زي الفل. شرب الميه الربع النص القطار الفيتامين ده الكامله على حسب توصيه الدكتور بتاع حضرتك مره في اليوم. الانيميا لازم تتعالج. شرب الميه برده بكررها تاني، واعمل حسابي ان الاماكن المزدحمه ابعد عنها، اللي عنده برد بعزله على جنب، اللي بيدخن ما يقربش من الولد، لما بنيجي ننام مفيش اتنين تلاته بيناموا في نفس واحد علشان خاطر في حاجه اسمها المسافه الامنه 25 30 35 سم، ما عنديش منها مشكله، المهم اللي هو الرذاذ بتاع النفس اللي ممكن ينقل العدوى. غسيل الايدين اهم حاجه، لما بيعطس بعلم العيل الصغير ان هو بط او كوع ايده الشمال يعطس فيها بعيد، غسيل الايدين اول باول. موضوع الوايبس ما بيحبوش، التهويه اول باول. ممنوع على العيال الصغيره اللي اقل من سنه ان احنا نبصها من بقها علشان خاطر موضوع الهربس والرشح والبرد. اللي عنده برد ببتدي اتعلم معاه ان احنا بنعمل حاجه جميله خالص، زي اللي بينزل البسين او البحر ميه بتدخل مناخيره، فاحنا بنستخدم لوتريفين او اللايس البيبي او لوتريفين اللبني او بخاخ ميه البحر او الامبولات باختلاف الانواع بتاعتها، بس بكتر الكميه واكتر عدد مرات لحد مرتين لخمس مرات عشان المنطقه دي تفك، عشان خاطر المخاط اللي بيبقى موجود بيبي ممكن يبلعه يخليه يرجع، او ممكن ما ينزلش فيقفل نفسه، او ممكن يطول معاه فيخلي ريحه بقه وحشه، او يزود فيخليه يكح، او يعمل التهابات في ودانه. فاحنا بنقول بحاول ان انا انضف المنطقه دي بانتظام باكبر كميه، واتعلم ان البيبي لو شرق مني بقلبه واخبط له على ظهره. طيب اتقل ولا ما اتقلش؟ احنا بنلبس حسب ما الجو جنبي، بس مع الاخذ في الاعتبار ان العيل الصغير اكتف وبيلعب وبيتنطط وما بيقعدش في مكان، فما تجيش ماما تقول قعده في الاوضه واقفل عليه فيقعد يتنطط فتقول البيبي هايبر، ما فيش من الكلام ده. فتحوا شبابيكك لحد ميعاد النوم وبعد ما ينام وقبل بعدها بشويه روح مقفل ونام. في نقطه، السقعيه اللي جوه الشقه برطوبه، لكن لو انا فتحت النفس اللي جاي من بره مهما ياكل هيبقى اقل في كميه الحاجات اللي ممكن تعمل برد وتعب ورطوبه بالنسبه للبيبي فتتعبه. قلنا غسيل الايدين وان احنا ما نحاولش الاماكن المزدحمه والاوضه المقفوله، ويقول لك اصل جو الشتاء فالبطانيه واسعه تلمنا كلنا وننزل نعمل. ابني لو تعبان وعنده برد بابا او ماما ياخدوا اجازه ويقعدوا في البيت، والعيل الصغير ما ينزلش عشان خاطر ما يعديش ابن فلانه وابن فلانه، ونبتدي ندخل في موضوع ده سخن، ده تعب، ده اتشنج، ده جاله نزله معويه، ده جاله التهاب رئوي. اللي بعديها هرجع تاني واقول غسيل المناخير، الفيتامينات، العسل بليمون من بعد السنه، شرب الميه بانتظام، الاكل صحي. طب العيل ما بياكلش؟ طبعا يجرب معاه مره واثنين وثلاثه او تيتا او خالته. خش في اللي بعديه.